اللي بيجي ب 14 13 سوري نقابة المحامي في بيروت عفوا شوي بس شوي سوري ثورة كبير سوري 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 اودي سينا بس موعد فوالا اي دونك C'est le préfet de Beyrouth qui nous accueille ici. C'est la station des pompiers qui, à elle seule, a perdu 10 martyrs. Et ils ont été pour sauver la situation et puis ils ont perdu tout. Et tout le bâtiment a été pulvérisé. Et c'est maintenant qu'il y a des jeunes volontaires. Vous allez voir qu'il y a des Français, des volontaires, ça fait 6 mois qu'ils sont là et qui font, je dirais, une aide pour reconstruire et réhabiliter. C'est un moment pour nous trop fort avec les gens. أنا بس بدي أقول قدي نحن أول شيء بحضور سعادة محافظ بيروت بقول إنه هذا المكان الذي يعني سقط فيه الدم أبرياء وهيدا المكان يلي سقط فيه المندفعين المتطوعين وكأنه أرادوا في لبنان أن يسقطوا حتى هذا التطوع وهذا الخدمة بعتقد اليوم هيدا الدم بيزهر مثل ما قلنا وهيدا الدم اليوم نحن جايين لنقول إنه بده عدالة وهيدا العدالة نحن كلنا هون لنقول هيدي العدالة فضمن هيدا السياق جايين نأكد مع يعني كل النقابات وكل احنا ايضا احنا نريد نتحدث حقيقة المحامين في العراق يصطفون الى جانب المحامين في لبنان دعوتهم بضرورة اجراء تحقيقات عادلة تكشف كل تفاصيل الجريمة التي اقترفت في الميناء بما يؤمن مسائل قانونية وقضائية لهؤلاء الذين تسببوا بأكثر من 200 ضحية لبنانية بريئة ويكمن وراء هذه الدعوة هي حقيقة دوافع إنسانية وبدافع كوننا محامين ننشد تحقيق العدالة وسيادة القانون ويجب أن لا يفلت أحد من العقاب من جريمة كبيرة راح ضحيتها العديد من اللبنانيين. شكرا لك حضرتك نقيب العراق نقيب المحامين في العراق ضياء السعدي والأمين العام المساعد. شو رأيك اليوم بما يحصل بمسألة رفع الحصانات اليوم بالتحقيق؟ يعني يجب أن لا نوفر أي حماية حزبية أو طائفية أو حكومية لكل من تشير إليه إصبع الاتهام من أنه شريك أو قد ساهم بما حدث في بناء بيروت رفع الحصانات هذا مقدمة لتحقيق العدالة الجميع يجب أن يقف أمام القضاء لإجراء التحقيق معه وإظهار الحقائق بما يؤمن نزال العقوبات بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة يعني النكراء والبشعة واللي حقيقة غير مقبولة لا من ناحية المبادئ الإنسانية ولا مقبولة أيضا من ناحية المبادئ القانونية. بحال رفض رفع الحصانات قديش فيكم تأثروا بهذا الموضوع؟ رفع الحصانات هاي مقدمة لإجراء التحقيق إذا ما نفذوا وما رفعوا الحصانات بالتأكيد يعني هنالك استنكار عن تحقيق العدالة يجب أن لا نوفر أي ضمانة تحول دون تحقيق أو إجراء هذه المسائلة تحقيقا ومحاكمة وإلى أن ترتبط بقضاء عادل. احكينا مع النائب اللي حرقوا وفجروا وبعضهم عم يحرقوا وبعضهم عم يفجروا بهالبلد نحن بدنا عمره 3 أشهر بيحكي عنه ما عنده غرفة العاج شاب امبارح مكسر تكسير مكسر بتعرفوا ليش مكسر؟ مكسر مين اللي كسره؟ كرمال شو كسره؟ وين حقوق الانسان؟
استاذ محمد انا ما بدي احكي اكثر من هيك خلص يلا تفضلوا بدنا اذا بتريدوا بدنا نحط تكفيل على نص الشهداء ريس تفضل اذا بتريد معنا ايه حطت تذكار على رمز الشهداء تفضلوا اذا بتريد تم السلام لكل الاشخاص الموجودين والله لو